هذا الستيتمنت كثير رائع كان تبع let b of n يساوي nth برايم. For example b of 1 يساوي 2, b of 2 يساوي 3, b of 3 يساوي 5. يعني هو يعني b of n الستيتمنت عندنا ايش؟ البرايم رقمه n, بنثبت انه البرايم رقمه n اكبر من n. اول شيء اول برايم اللي هو 2 اكبر من 1, واضحه. ثاني شيء فرضها للبي اوف كي انها اكبر من كي, بدنا نثبت انه بي اوف كي بلس 1 اكبر من كي بلس 1. لاحظوا اف كي يساوي 1, then بي اوف كي بلس 1 يساوي 3, اكبر من 2 يساوي كذا 1. لاحظوا هون الفكره كثير جماليتها عاليه. ليش اخذ كيسز 1 وفوق الواحد؟ هاي فكره رائعه هسه راح نحكيها. فعليا هاي فكره بتشوفوها كثير موجود, يعني لو يعني كثير تقراوا في الكتب وتشوفوا اثباتات رح تشوفوا فكره التقسيم الكيسز. بكون في كيس بتعمل مشكله, او يعني كيف نوصف الوضع انها شوي مختلفه عن بقيه الارقام. يعني مثلا لاحظوا هون كيس ساي واحد, ليش تركها يعني ليش اخذها لحالها؟ لانه فعليا هذول التنين يعني بيناتهم واحد الفرق, يعني برايمز ال يعني البي اوف 1 يساوي 2 والبي اوف 2 يساوي 3, الفرق بيناتهم واحد. تمام, هسه هو ايش بده يستخدم خاصيه انه الفرق بين اي تو برايمز اكبر او يساوي 2. هل هاي صحيحه للاثنين والثلاث؟ فاهميني كيف؟ لا مش صحيح, مش صحيح. فبيستثني الاثنين والثلاث. عشان يستثني الاثنين والثلاث ايش بيعمل؟ بيخلي حاله الكيس تساوي واحد لحالها. فاهمين كيف؟ تمام. فعشان هيك اطلع طبعا هاي الوحده كيف بيجوز كيف بدها تخطر ببالي, راح احكي انه يعني لازم الواحد يتدرب على تشغيل عقله ومع الخبره. يعني طبعا هاي عشان تخطر ببالك لازم تكون التحتانيه خاطر ببالك اصلا. يعني التحتانيه خاطر ببالك انا بتاكد انه الاولانيه تخطر ببالك هي انه الفرق بين اي تو برايمز غير التنين والثلاثه بيكون الفرق بينهم اكبر يساوي 2. هسه هاي بتقدر تخطر في بالك كيف؟ يعني انت بس تيجي بدك تحل مساله زي هاي, اعمل شويه تجارب, اجمع بياناتك, يعني بيانات وانت بتشتغل اجمعها. يعني ايش في خصائص للبرايمز مثلا؟ انه تين بس هي الايفن والباقي كلهم اود, والفرق بين اود نمبرز ايش؟ ايفن نمبر. فايفن نمبر يعني اكبر يساوي 2. وغير هيك راح تلاحظوا انتم انه التنين والثلاث بخالفوا هاي القاعده انه الفرق بينهم اود اللي هو الواحد. فانت بتشوف انه يوجد حاجه انك تفصل. فهو فصل اثبتها انه للكي تساوي واحد بيكون عندنا البي اوف تين تساوي ثلاث اكبر من التنين اللي تساوي كي زائد واحد. عشان يثبتها للكي اكبر من واحد, بي كي زائد واحد ناقص بي اوف كي اكبر يساوي 2, بي اوف كي زائد واحد اكبر يساوي 2 زائد بي اوف كي هاي اكبر من كي, فحط محلها كي اللي هو مطلوب اثباته. اكبر من 2 زائد كي اكبر من 1 زائد كي. طبعا هون زي ما بحكي لكم دائما مش شرط انه بس هاي الطريقه بنحل فيها, بجوز يكون في فكره ثانيه اذا الواحد حاول يلاقيها. يعني معنى الكلام انه هاي الاشياء مش شرط انه الواحد ياخذها حفظ. يعني هاي فكره تعلمتها انا هسه بحاول انه احل بطريقه ثانيه. مثلا بدي اثبت انه بي كي زائد واحد اكبر من الكي زائد واحد, صح؟ كيف يمكن نعمل؟ مش خاطر لي صراحه, لكن يعني الصح انه الواحد لازم يفكر انه لو في طريقه ثانيه يلاقيها. واضح هذا الاثبات؟ في سؤال ممكن نحترفه لما ناخذ شابتر البرايم, بس انا الخطوه اللي بعد الستيب فانكشن ستيب اندكشن ما استوعبتهاش بالمره, بس يمكن لما ناخذ خصائص البرايم تطلع اسهل 100%. في يعني فهمت الشرح انت ولا لا؟ فهمت الشرح, بس انه يعني بدها يعني ممارسه البرايم بشكل خاص 100%. نعطيكم معلومه حلوه كمان, يعني بجوز انتم يعني تكونوا شايفين الدكتور اسامه عم بيعلي المستوى او بيصعب, لكن راح احكي انه هذا فائدته مرعبه لكم, لانه في مواد يعني راح تيجوا عليها كثير صعبه.
يعني بس يعني تيجوا عليها لازم تكونوا يعني بانين قوة كبيرة. يعني بس بدك تروح تواجه مواد التحليل، بدك تفوت عليهم انت ضعيف ولا يعني عندك قوة تواجههم؟ يعني بجوز الطلاب بيحكوا تحليل حقيقي أسهل من نظرية الأعداد، لكن مش دقيق الوضع. يعني التحليل هسه بجوز يستسهلوا لأنه لساته بدايته، يعني أشياء بسيطة لسه هسه عم تنشرح، لكن هسه شوي شوي راح يعلى مستواه. برضه نظرية الأعداد يعني كمان مادة أدحالها، يعني لا أستخف فيها أكيد، بس القصد إنه يعني المادة يعني استفيدوا منها لأجل المواد التانية الصعبة كمان. وكمان منظومة الفكر هاي تبعت اللوجيك والموجودة في كل مواد الرياضيات، يعني عسى اللي انتم بتدرسوا نمبر ثوري راح تتدربوا لأجل كل المواد. والمادة التانية زي الجبر الحديث يعني مادة دنس بالإثباتات، كثيفة جدا فيها إثباتات الجبر الحديث، بس الواحد يفوت من نظرية الأعداد يعني ماخدها يعني بطريقة قوية وصعبة نظرية الأعداد، راح يفوت على الجبر الحديث، راح يفوت على التحليل يعني بقوته كبيرة. وكمان نظرية الأعداد أصلا أنا يعني إيش بسموها، بعتبرها إنه هي خلتني أصير أقوى في المبادئ، لأنها يعني إيش بسموها منطقة تدريب عملي على الموضوع. هسه هون عندنا السكند برنسبل أوف ماثماتيكال إندكشن، إنه let S be a set of positive integers with the following properties: integer 1 belongs to S, if K is positive integer such that 1, 2 لحد K belongs to S, then K plus 1 must also be in S, then S is the set of all positive integers. هسه هذا بنثبت لا اما بالاورج بالنسبه لا اما بنثبت بالمثل اندكشن السابق. بكل بساطه بكلمه واحد يحكي لي انه كيف بنثبت بالمثل اندكشن السابق، في حدا خاطر له كيف؟ بكل بساطه احكي باخذ كي وباخذ كي بلس 1 100%. طلع هون ايش الفرق بينهم؟ يعني هسه البي ام اي اللي هو الفيرست برنسبل اوف ماسك اندكشن او الاف بي ام اي يعني فيرست برنسبل اوف ماسك اندكشن ايش بيحكي لك؟ كي تنتمي للاس امبلايز كي بلس 1 ينتمي للاس. هل مشكله كبيره لو انك تحكي لي قبله كمان ينتمو؟ تغير شيء؟ لا يعني اذا اللي فيه كي بس يعني بيؤدي للنتيجه، هل اللي فيه قبل الكي في مشكله؟ يعني فعليا يعني اثبات يعني حكي بس. يعني حتى الدكتور عايش حاله، الدكتور حاله نفس الشيء على المثل اندكشن فيرست مثل اندكشن. لاحظوا كيف هاو دو وي يوز سكند مثل اندكشن بروف ذات فور اول ان كورس ابي ان از ترو. هون الدكتور بيشرح انه كيف نستخدمه. لاحظوا كيف الدكتور ما اعتبرهوش مستاهل انه يكتب له اثبات، لانه زي ما حكيت لكم يعني إثباته هيك كلمة بس وحكي بس. لاحظوا كيف K تنتمي للأس يعني زي السابق، فتصير K بلس 1 تنتمي للأس تؤدي إنه S تساوي ناتشورال. كيف هذا بيستخدم؟ تثبت إنه البيز كيس صحيحة اللي هي 1 2 حسب إيش الوضع اللي عندك إياه. بعديها بتفرض إنه K تنتمي للN assume that B1 لحد BK are true. بعدها يعني بين انه بيك زائد واحد از ترو. هسه هون عندنا المساله هاي ليت اي 1 يساوي 1 واي 2 يساوي 2 واي ان زائد 1 يساوي اي ان زائد 2 ان ناقص 1. يوز ذا سكند برنسبل مثل اندكشن تو شو ذات فور اني بوزيتيف انتجر ان اي ان يساوي 2 قوه ان ناقص 1. تمام، بدي احلها اندكشن. هسه هون لاحظوا انه الحاله الكي زائد 1 بس نيجي ناخذها راح تكون معتمده على حالتين الكي والكي، يعني عوض هنا الكي راح يصير كي زائد 1 وكي وكي ناقص 1، يعني معتمد على حالتين قبله. راح يلزمنا النوع الثاني من الاندكشن اللي هسه قراناه اللي هو هذا. بدي احكي طيب كيف نعرف؟ حسب الخبره والمسائل. لاحظوا هون المساله هاي زي ما حكيت لكم معتمد على حدين قبله، فمعناته الفرضية بتكفيش انك تفرضها بس لا يعني العدد واحد. وشغلة تانية كمان، كيف مسائل تانية يمكن تشوف انه بيلزمك؟ بيكون انت خاطر لك فكرة الاثبات، يعني بتبلش فيها
بتشوف انه هل انه تفرض الكي بس بكفي لنظريتك اللي انت حاطط بيتها؟ اذا ما بكفي بتفرض اللي قبل الكي كمان. يعني فعليا انت بدك تجرب وتحاول، وحسب الخبره يعني من خبرتك اللي بس تجمعها بصير تعرف انه انو المناسب. وطبعا انك تعرف المناسب بكلفش كثير زي ما حكيت لك، يعني جرب وفكر، يعني جرب ومش مشكله، يعني مش تجرب راح تشوف المشكله، يعني انه مش كافي بس الفيرست برنسبل فبتستخدم السكند. لاحظوا هون ان تساوي واحد، let n تساوي واحد، prove that an تساوي 2 قوى ناقص واحد. This is clear since a واحد يساوي واحد يساوي اثنين. وأيضا لازم نثبتها عند ال a 2 كمان، يصير عندنا a 2 يساوي 2 يساوي 2 قوة 2 ناقص واحد، تمام؟ فهيك الحالة الثانية صحيح. بعد هيك فرضها لل k، فرضها لل k واللي أقل من ال k اللي هم من واحد لإلى k يعني. يصير عندنا to show that هذا بدنا نثبته، a k زائد 1 يساوي 2 قوة k، اللي k زائد 1 ناقص 1. now a k زائد 1 يساوي a k زائد 2 a k ناقص 1 تساوي 2 قوة k ناقص 1 زائد 2 ضرب 2 قوة k ناقص 2، يصير عندنا هذول 2 ضرب k قوة ناقص 1 بيصير 2 قوة k المطلوب. واضح الأمور؟